نوانكو ينطلق الكرة لتشاونا مساندة من قبل كوليبالي. تشاونا يرغب في العملية الفردية والتسديدة. صاروخ من تشاونا وهدف الأسبقية لساليرنيتانا. ذكرنا فقط أن فيرونا دخل بعزيمة أكبر. تشاونا قلب الموازين بأرضية دقيقة في الزاوية الصعبة. ساليرنيتانا يأخذ الأسبقية عبر تشاونا. هجمة مرتدة بعد خطأ من تشاتشوا، وتشاونا يستغل الموقف بأفضل طريقة ممكنة ويحتفل لجمهور الجرناتا. هذه العملية منذ البداية، هنا تدخل كوستيل على دافيدوفيتس بعد رأسية إنغونغ. هل سوف يتدخل الفار أم لا؟ هنا كاستانوس يغير اللعب. تشاونا يفضل العملية الفردية، بعد ذلك تسديدة يمينية في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني وفي الزاوية البعيدة جدا عن مونتيبو. هدف لصفر لساليرنيتانا لفريق فيليبو إنزاغي، ويحتفل سوبر فيليبو إنزاغي مع تشاونا.